السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن السورتنج وترتيب البيانات جوه الأري بتاعتنا. عملنا أري فيها أرقام وفيها أسماء زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نشوف السورتنج بيتم إزاي عليها وإيه آلية عمل السورتنج. هنسيب الأري الطبيعية عشان نقارن بينها وبين الأري اللي هي معمول لها سورت عن طريق طبعا استخدام السورت ميثود بالشكل ده. اول حاجه تلاحظها هيبدا يجيب لك الارقام السالبه في الاول، بعدين رقم موجب، بعدين رقم جوه سترينج، بعدين 100 1000 20. ونبدا نقف هنا شويه عشان نفهم ليه ال 20 جت بعد ال 1000 رغم ان ال 1000 كرقم اكبر، لانه مش بيتعامل بالقيمه ومين اكبر من مين، هو بيتعامل ابجديا، يعني عنده 1 2 3 4 بعدين 5 6 7 بعدين اي بي سي وهكذا، بيمشي بالطريقه دي. طبعا هنا ده معناه ان فعلا ال 1000 لازم تيجي قبل ال 20، لان ال 1000 بتبدا برقم 1 وال 20 بتبدا برقم 2. طبعا نفس القصة هتلاحظ ان التسعين اصغر من الالف، ملوش علاقة برضو لان ده يعتبر رقم تسعة بالنسبة له. لو جينا عند الالف دي وخليناها مثلا الفين، هيبدأ دلوقتي يجيب العشرين قبلها، لان العشرين فيها صفر واحد واللي بعدها فيها ثلاث اصفار. نفس القصة لو جينا عند الالفين دي وخليناها تسعة تلاف، هيبدأ يجيبها برضو بعد التسعين، التسعين هنا صفر واحد وهنا ثلاث اصفار زي ما انت شايف. السورت حاجة من الحاجات البسيطة اللي مفيهاش اي دوشة خالص. هنا شباب انت بتستعمل السورت ميثود بدون تدخل منك. السورت ميثود بتقبل منك حاجة اسمها compare function، خلينا نشوفها مع بعض. الكومبير فانكشن ان شاء الله لما تتعلم تكتب فانكشن بايدك هتقدر تكتب فانكشن تتحكم في آلية عمل السورتنج بنفسك. طيب بعد السورتنج عندنا حاجة اسمها ريفرس. ريفرس يا جماعة مش بترتب زي السورتنج، ريفرس بتعكس كل حاجة مكان التانية، الأولى بتيجي مكان الأخيرة والأخيرة بتيجي مكان الأولى. طيب خلينا نشوف مع بعض الريفرس هنا هتعمل ايه. هل الريفرس هتعكس الاري الاصلية دي؟ لا، هنا استخدامك للسورت خلاص عمل سورتنج للاري دلوقتي. الريفرس اللي هيتم هنا هيتم على الاري اللي اتعمل لها سورتنج خلاص. تعال نشوف مع بعض عشان تفهم الفكرة. الاري دي يا شباب مش الاصلية، دي اللي تم عمل سورتنج ليها بدليل انه بدأ اهو بالسالب 10 سالب 20 ورتبها. لما تيجي تعكس هيبدأ يجيب لك سيد اللي في الاخر خالص في الاول خالص اهي، وهنا السالب 10 اللي كانت في الاول بقت في الاخر خالص اهو، عمل ريفرسنج. مش محتاج اقول لك طبعا ان لو عايز تعمل ريفرس بدون سورتنج هنلغي دي كده وهتشوف الريفرس مباشره بالشكل ده. بدات ب 10 انتهت بسالب 10، دي بدات بسالب 10 وانتهت ب 10. اخر حاجه هقولها لك ان انت تقدر تستعمل الاثنين مع بعض بدون اي مشكله بالشكل ده عن طريق التشيننج، وده اتكلمنا عنه طبعا في الدروس اللي فاتت. سورتنج وريفرسنج مع بعض هيعمل لك برده نفس النتيجه زي ما انت شايف كده. ان شاء الله في التشالنجز هيكون في حاجات جميله تخص السورتنج وهتعجبكم جدا باذن الله، وهتشغلوا فيها جمجمه جامد جدا. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.